البشرة الدهنية من أحلى البشرات وأجملها، بشرة لا تسرطن ولا تشيخ، ويرجع دواء لإفراز مادة السيبم اللي بتعمل انعكاس لأشعة الشمس، وكمان في نفس الوقت بتغذي الجلد. الشمس المصدر الأساسي لفيتامين دي الثلاثة اللي بيقوي عظمنا، مصدر لإفراز مادة السيروتونين المعروفة بهرمون السعادة، فيها مضادات للالتهابات وتقوية المناعة مهمة جدا. هل ده معناته إن البشرة الدهنية مش محتاجة لواقي شمس؟ طبعا بالعكس، التعرض المفرط لأشعة الشمس بيعمل خلل في الغدد الدهنية فيزيد إفراز مادة السيبم اللي هتعمل لي حب شباب، بجانب ان الجلد بيحاول يحمي نفسه بانه بيعمل طبقات من جلد بتقفل المسامات فبتزود حب الشباب. الناس اللي عندهم حب شباب التهابي الشمس والتعرض ليها بيخليه يخف ويسيب بقع مكانها، بجانب طبعا التصبغ اللي بتعمله الشمس من نمش او مواد صبغية. حب الشباب الصيفي اللي معروف بالأكني فيستيفال من احد الاسباب بتاعته هي الشمس. كتير جدا من اصحاب البشره الدهنيه بيعتقدوا بانهم مش محتاجين لواقي الشمس، وكمان بيظنوا بان واقي الشمس ممكن يزود حب الشباب. الاعتقاد ده خاطئ، لان السر هو ازاي اختار واقي الشمس اللي يناسب بشرتي الدهنيه. واقي الشمس لازم يكون اس بي اف الالترا فايولت بي هو اهم حاجه موجوده فيه، لانه بيعمل انعكاس للشمس، اما الالترا فايولت اي هو اللي بيمتص الاشعه الضاره فيعمل لي حراره فيزود لي حب الشباب. لازم البيز بتاع واقي الشمس بتاعي يا اما يكون جل او فلويد، لازم نبعد عن الكريم لانه هيزود لي فعلا حب الشباب. لما اختار واقي الشمس بتاعي لازم اعرف ازاي احطه بشكل كويس، لازم احطه قبل ما اتعرض للشمس ب 20 دقيقه، وانا بعيد عن سطح البحر بحطه كل 4 ساعات، وانا على سطح البحر بكرره كل ساعتين، لان عندي 3 شموس، شمس معكوسه على الرمله، وشمس معكوسه على الميه، وشمس فوقي، وانا جوه الميه لازم اكرره كل 40 دقيقه. لازم لما احط واقي الشمس هو مقدار معلقه شاي بتغطي وشي كله، وما انساش وداني واطراف كتيره بننساها. لما احطه على صدري معلقتين، والظهر معلقتين، الرجل كل واحده منهم معلقتين، والدراع كل واحد منه معلقة واحدة. لازم اختار واقي الشمس حسب المكان اللي انا فيه، فلما طالع البحر لازم يكون فيه ووتر بروف. واقي الشمس اللي يناسب الكبار مش زي اللي يناسب الصغيرين، الاطفال لازم يكون ليهم واقي شمس مناسب ليهم عشان يقدروا يستفيدوا من فيتامين دي 3 اللي بتكون الشمس. الشمس مفيدة ومهمة جدا، وبشرتك كمان مهمة. حط واقي الشمس اللي يناسبك واستمتعي بالشمس على قد ما تقدري.